اعزائي اهلا بيكم كده سريعا. طبعا منتخب السعوديه كان لسه بيلعب كده مع اوزباكستان وسمعت يعني ان هو اداهم 3-0 نتيجه كبيره برضو يعني مش حاجه قليله. بصراحه كده بينه وبينكم كنت اتفرج كده على ماتش المانيا وفرنسا قلنا بقى كده نيجي نعمل رده فعل على ماتش السعوديه فيلا بينا بقى معلم سريع. يلا يا عم سلمان الفرج يا جماعة مايسترو مايسترو حرفيا بجد يعني كده نقول مبروك لمنتخب السعودية. خلينا نشوف هزقوا اوزباكستان ايه ده كده 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 منتخب لبنان اهي بيديله تأهل بيديله فرصة يعني ولا ايه يا جدعان؟ بص 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 في شوارع يا جماعه فهد 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 لا 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 يا عم فهد يا عم فهد تأمن فهد كده عايز يجيب جول خلاص بقى معلش يعني 3-0 فما جاتش عليه وكمان يا عم شهاله يا عم ماشي يا عم فهد بس الجمعيه برضو احسن اخضر السعودي الجماهير فرحان كده بقول لك انا كسبان يعني مش محتاجه بالنسبه لي وكامل الاوصاف فتني ايوه يا ولد اقدام كل لاعب سعودي النهارده بتغني مين الاخ اللي دخل معلم في ايه اوفسايد يا سلام يا عويس يا سلام يا عويس مش ملاحظين حاجه ايه 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 اللي احنا ملاحظينه بقى استنى هنشوف هيعرف ايه ده هتافات الجماهير تصدق دي حاجه انا ملاحظها لا 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 ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش انذار تاني وكارت احمر يا سلمان انت كابتن ضد فريق كبير مجروح اعرف الكلام ده ما ينفعش يا سلمان شوف اشدنا بيك قد ايه ده بقى موضوع تاني خالص هو طرد ده موضوع تاني خالص المساحات اللي هتتوجد في الملعب عويس ده كلام اوف 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 سلامات يا ساتر اوف اوف يا ساتر يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يستر يا ساتر يا رب ده كلام يا عويس يا حبيبي يا حبيبي تهور غير عادي سلامات يا رب دروس مستفاده من كل المواقف يا حبيبي سلامتك يا ولدي لا 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 يا ولدي لا خلاص الحمد لله اهو الاشاره دي امان الحمد لله الاماراتي قبل كده كان في النصر الاماراتي نزل لاعب تاني الانديه الاماراتيه هناك في دبي انطلاقه المفروض معلش مع كامل احترامي يعني المفروض انت كجون طالع يعني تهور فيها تهور غريب منك كجون انت ليه تطلع اصلا المسافه دي ليه تطلع لحد بره 18 عشان تعمل كده ما هو في مدافع واقف لا قدر الله افرد بقى مثلا المهاجم اخدها يبقى انت كده رحت في 60 داهيه بصراحه لازم الجون يبقى مقدر كويس جدا هو طالع بيعمل ايه انت كده طالع تاذي زميلك طالع تاذي الاثنين مش زميلك بس جماعة الجماهير السعودية بصراحة جماهير محترمة بجد يعني عاملين تفاعل كويس جدا على الشانل عندي يعني نشكرهم والله بجد الشهراني يا جماعة بص الشهراني يا جماعة بص ياسر الشهراني لعيب محترم بجد يا جماعة بجد ان هي مش بينج مش ضربة جزاء معلش تكاك عادي يعني يا ياسر الشهراني لعيب محترم بجد حلو قوي 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 يا عويس بيضحك بص التاني بيقول لك ايه ده احمد الطيب ده صح يا جماعه الراجل ده انا ما بحبوش يزيع يعني بصراحه بيني وبينكم كده عايش عايش بجد منتخب السعوديه بس بقى معلم وكاتب الحلقه خلصت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو اشوفكم الحلقه الجايه سلام عليكم.